تيت 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 تيت. انت بتركني يا انا بعيشك المود ده مود بركك ده. بس اللهم صل على النبي عليك يا كبير. الغرز ايه؟ غرزة معلم. ايه ده انت بتربي في غرزة؟ طبيب جراح، هي دي اليد اللي تتحط على الجرح يطير. النبي يا كبير لو اتبقى معاك خيط تبقى بس خد لي طرف الجلابية دي احسن اتفتك. انا اللي مرقت اتفتك انت ده لمست لك شيل يد كيس الزبالة اللي على دماغك دي وحطت الكمامة في دقنك ليه؟ عشان ابين الرياكشنات. اعرف ايش ما فيك فلت تحط دي عشان الجراثيم والتعخيم. مسيب بتاعتك ما تقلقيش ما تقلقيش حبيبي بابا. بقول لك ايه، الجرح ده مش هيبقى له اثر، ووعد منك لو في اثر اخدك عند اكبر دكتور تجميل في لبنان ويخفيه. هو فيه ايه؟ اثر الجروح والسيلولويد اكتر حاجتين هيحزوا في نفسيه الستات. طب ما انا كل السيلولويد ما اشتكيتش. الستات بعيد عنك.